لكم في قناة أم جنات. إن شاء الله اليوم إن شاء الله غادي نصيبوا واحد الخبيزات ديال الشحمة. على بركة الله غنوريكم المقادير اللي كنحتاجو في هاد الخبيزات هادو. نحتاجو بصلة مشلضة، واحد شوية البعدنوس مقطع، كنحتاجو الفلفلة مقطعة على هاد الشكل هذا، واحد شوية الحار هو راه قطعناه. بالنسبة اللي كيبغي الحار يديرو، اللي ما كيبغيش الحار عادي يستغنى عليه ماشي مشكل. كنحتاجو واحد شوية ديال الشحمة. بالنسبة للتوابل تنحتاجو الملحة تقريبا واحد ملعقة، نصف ملعقة كاع تقريبا ديال الملحة، ونصف ملعقة ديال الكركم، والكامون، سكينجبير، بابريكا اللي هي التحميرة، والإبزار، وشوية الحار. درت أنا غير قبيصة الحار. وهادشي ان شاء الله يا ربي. وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الزيت فاش غادي نشحروا هادشي. يعني الزيت على حساب اللي باغي يدير فيها البلديه يديرها، اللي باغي يدير الروميه يديرها عادي. غنشدو هاد البصله هادي نشحروها هي وهاد الفلفله، نشحروهم مزيان مع التوابل ديالهم، ونديرهم تقريبا يتشحروا في تقريبا فواحد جوج معالق حتى ثلاثه ديال الماء. والشحمه حتى طيب لينا هادشي، حتى تشحر لينا البصله تقريبا، حتى تنزل لينا البصله طيب هي والفلفله، عاد باش غادي نديرو هاد الشحمه هادي. وغي شويه تسخن وغنطفيو عليه البنات. هانتوما البنات، من بعد ما درنا البصله والفلفله داك المعدنوس غنديروا التوابل. غنديروا هاد شويه ديال الزيت، واحد ثلاثه المعالق ديال الماء، كون مزيان حتى تسمعو حتى ندمج هادشي بعدياتو. يلا البنات يطيب هادشي ان شاء الله ونطلقو. هانتوما البنات، من بعد ما درناهم تطلقو لينا، خليتهم يعني تطلقو شويه، ترخاو شويه. دابا غادي نورقهم شويه ديال الزيت وشويه ديال الطحين. بالنسبه راه طاب يعني، ودرت فيه ديك الشحمه. هانتوما البنات، معكم طريقة أخرى، نوريكم طريقة أخرى.
البنات تضغطوا على هاد الجوانب هادو باش ما غاديش تخرج لكم هاد الشوار. نتوما تعاودوا تلفيوها هكايا هانتوما يا البنات كدهنوا هنايا فين غادي تكرصوا يعني فين بولا بالزيت يعني حتى كتعمروا هذا حتى كديروا هذه الحشوه هذه وسط من الزبيزه هذه الملويه طول البنات مزيان هنايا هانتوما وتيجيو زوينين في الماكله ديالهم وفي الشكل ديالهم يعني بنو بلولا كندهنو بالزيت وفي التالي عاد تندير واحد شويه ديال الطحين هنايا يعني البنات غنكمل ونوريكم النتيجه ان شاء الله في الاخر. البنات هو الشكل النهائي ديال هذه الملوي هذا. يلا بصحتكم وراحتكم البنات. هانتوما هو الشكل ديالو تيجي زوين تيجي عامر. هانتوما البنات يعني البنات فاش تكونوا كتقرصوه يعني في البدايه بحال الطريقه اللي درت يعني هكا يدهنوه بالزيت وفي التالي فاش غادي تبسطوا باش ديروه في المقلاة يعني ديروا ليه شي شويه ديال الطحين باش ما غاديش يبقى يتقبل لكم ويخرج لكم داك الحشوه تخرج هكا على برا يعني تتبقى داك الحشوه لداخل كاع ما تتخرجش. يلا بصحتكم وراحتكم البنات.